السلام عليكم ورحمة الله. وهذا عمر، وهلا رح نفرجيكم مهاراتنا بضربات الجزاء. ونحن مستجدين نادي نابولي. فرجوا الكنزة، كنزة والبطلون. هاي هي الكنزة. اولا نفرجيكم الكنزة اللي هو هي بسا. وهلا رايحين ما بقى لنا شوية. هذا الشورت. ويلا وهلا رح نبلش. اول انا مين الاقواس؟ اول انا حارس. حارس يلا وقف يا عمر. خمس ركلات خمس ركلات. اول ركله هوبا سريع. عالية 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 ما حسبت. هلا انا ما عندي ركله. هلا واضح شوطها. هيا صبيتها صبيتها. صفرات صفرات. تعالي هو اربع ركلات وانا اربع ركلات. يلا عالية. اول شيء بعدين دخلت. عالية 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 بعدين دخلت. يلا خذي اقياس بنا مالك. هلا انا احسبها. كانت فوز. لا والله ما دخلت. كانت اسحق عمية المتابعين. جول. ما دخلت والله ما دخلت. ماشي اكتبوا لنا بالتعليقات دخلت ولا لا. ما دخلت لحد الان. سؤالات هو باقي لنا ركلتين وانا باقي لي ركله واحده. يلا صدقتها خلاص. انا افضل من يزن. الكل ليش؟ الكل ليش مو بالركلات جزاء؟ الكل ليش بس لانه انا العب. لا بالمباراه انا عملت جولين وفقصت الحارس. بس ما اشتغل بالجوال. انا يعني انا واقف دفاع. ما اشتغل بالجوال. معلش. يلا باي. باي. لايك. باي.